يقع الخلط والتخبط بين يعني فهم الآية بحسب دلالتها التي جاءت حسب استعمال العرب وليس حسب أصل وضع الكلمة في لغة العرب، فيقع الخلط بين المعنيين. طبعا هذه قضية مهمة، أن يعني لابد أن نراعي يعني القرائن في فهم الكلام، سواء كان كلاما مقدسا من النصوص الدينية أو من كلام العلماء. بعض الناس يقع في تدقيقات العلوم، يعني يدرس تدقيقات العلوم ثم يطبقها على النصوص، سواء كان يعني هذه التدقيقات القرائن، يعني القائل لما تكلم ببعض كلامه ربما هناك قرائن تفيد أنه لم يقصد ما يذكر من تدقيقات بعض العلوم، لكن يأتي بعض المتعلمين إلى هذه التدقيقات فينقلها إلى نص القائل، مع أنه القائل بالقرائن أنا أفهم بالقرائن أنه نفى هذه التفاصيل، لم يقصدها. نطبق على كلام هذه التفاصيل فنقع في خطأ، كما هنا أنه لو دققنا في الدلالة النحوية لو للماضي فقط، لكن نطبق على الآية لا يستقيم أبدا. فلذلك التفتازان ينبه على هذا، وهذا مهم، وأنا يعني مسرور أن التفتازان ينبه على هذا. لماذا؟ لأن التفتازان ممن يعتني بهذه التدقيقات في عامة كتبه، يعني لو جاءت مثلا من فلان الذي أصلا هو يرفض هذه التدقيقات رفضا باتا، يعني لا يرفض تطبيقها هنا فقط، يعني بعض الناس عندهم أنه لماذا هذه التدقيقات وكذا، أصلا هذه لم يعرفها مثلا العرب الأوائل أو لم يعرفها السلف أو كذا، يعني عنده إشكال مع نفس التدقيقات. هذا كلام هنا يعني لا يكون قوي، لأنه هو يرفض هذا، يعني سواء يعني يرفض تطبيق هذه التدقيقات على كلامي أنا مثلا حتى لو كنت أنا أريدها هو يرفض. لكن كلام التفتازاني مهم، لأن التفتازاني ممن يستعمل هذه التدقيقات وممن قررها في كتبه البلاغية المختصر والمطول. نعم، حتى يتهم يعني مثل التفتازاني والخطيب القزويني والسيد الشريف والسكاكي ويعني هؤلاء بأنهم جعلوا البلاغة علما منطقيا، يعني نقلوا من الذوق إلى العلم المنطقي الجاف. نعم، يتهمون. أنا لا أريد أدخل في هذا، ولكن يعني هم ممن يعتني بهذه التدقيقات، لكن كما قلت قبل قليل مصطفى صبري فقه الكلام، وهنا أقول فقه العلوم، إنه هؤلاء يفقهون عن في يعني عن يفقهون هذه التدقيقات متى تطبق ومتى لا تطبق. نعم، إذا كان القائل قاصدا لها تطبق في كلامه، إذا لم يكن قاصدا لها لا تطبق في كلامه. كيف نعرف أنه قاصد أو غير قاصد؟ بحسب القرائن التي تأتي مع النص، إما قرائن من السياق، إما قرائن من حال القائل، من حال المخاطب إلى آخره، القرائن كثيرة. نعم، وهذا مهم.